فكره فلسفه الفرائض، ان ربنا سبحانه وتعالى اعتبر ان احنا دلوقتي دخلنا مع بعض جيم، احنا 100، اضعف واحد فينا يقدر يشيل دمبل وزنه كيلو. الجيم ده فيه اوضتين، اوضه الفرائض واوضه السنن. اوضه الفرائض كل الدمبلز كيلو واحد. ليه؟ عشان محطوطه على اقل عضلات فينا. اوضه السنن فيها الدمبل من 1 لـ100، اللي عضلاته اقوى يخش هناك. الفرائض فرضت على اضعفنا همه واقلنا وقتا واكثرنا انشغالا. فالكل ما دام حالته طبيعيه يعرف يصلي ويصوم، ولو حد حالته اتغيرت يقوم الشريعه متغيره عليك. يعني ايه؟ يعني صوموا، ولو كنتم مسافرين افطروا. لا، هصوم وهموت صايم عشان افضل صايم وانا عيان. قال له لا، تعال عليا وما تجيش عليك، تعال على حكم الصيام وما تجيش على صحتك. فالفرائض فيها رخص علشان نقعد نقلل لغايه اللي بيعرف يشيل كيلو. فسيدنا النبي قال كده عليه الصلاه والسلام: صلي قائما، انا عيان يا سيدنا النبي. اقعد، ربنا يرضى بيك وانت قاعد. مع ان انت المفروض لما تيجي نتقابل انا وانت اقف لك اسلم عليك وانا واقف مش وانا قاعد. ربنا يرضى بيك وانت قاعد. قال له: مش قادر اقعد، ظهري وجعني. قال له: صلي على جنبك يومئ بعينيه. بربش بس لربنا كده، رمشك كفايه، بعينيك ربنا راضي، بس ما تبعدش عنه. فاللي مش قادر يصلي ما حطش الصلاه في اولوياته، لان الكل يعرف يصلي. تقول لي: طب بصلي ولا كسلان؟ صلي، لانك وانت كسلان انت خاشع. الخشوع عند العلماء 3 مستويات: خشوع الجوارح، وده تفسير ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس: لقد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. يعني ايه؟ جسمي متجه للقبله وما بتحركش، بصلي. بتفكر في ايه؟ في الماتش والملوخيه والدراسه انت خاشع يا فندم. المستوى الثاني انك تصلي وانت بتفكر في حاجه ربنا يرضى عنها. الامام البخاري: باب الرجل يفكر في الشيء من امر الله في الصلاه. قال عمر: اني لاجهز الجيش وانا في الصلاه. رئيس دوله عنده حرب بعد ربع ساعه بيصلي، بفكر في ايه؟ حرب، فكر في الجيش والخطه، مسؤوليته. فسيدنا عمر كان بيعمل كده. فانت بتفكر في الامتحان، وبتفكر في الميعاد اللي عندك، والاكل على النار، والعيل العيان، انت خاشع يا فندم، بتفكر في امر الله. المستوى الاخير اللي احنا فاكرينه بس ده الخشوع، وبنحاسب نفسنا ان احنا مش خاشعين لما ما بنبقاش هنا، انك تفكر في ربنا وفي الايات اللي بتقراها. طبعا ده سيد الناس، ده حلو قوي، ده عظمه. وانت بتروح له وتنزل، وساعات تبقى هنا وساعات تبقى هنا. فانت لو هنا ثابت متجه للقبله وبتصلي ما بتفكرش في اي حاجه ليها قيمه، انت خاشع. كمل وما تسيبش صلاتك. والله اعلم.